السلام عليكم. اليوم تخطيطنا غير حماسية قوية، أنا جدا متحمس أكيد، وإحنا منجرب أجدد سيارة إمباور BMW M2، أصغر سيارة بعائلة إمباور. العديد منكم راح يحكي لي صهيب أصغر سيارة بإمباور M1، شباب M2 هي البديلة عن M1. شايفين السيارة جدا عصبية من المقدمة، من الجنب، من الخلف. أكيد اللي صممها محترف حسين العطار، عراق الأصل، هو مصمم السيارة من الخارج، فلذلك أنا حبيت السيارة زيادة. هلأ اليوم تخطيطنا الخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا حلبة لاغونا سيكا. حلبة وأنا صغير كنت ألعبها على جراند تريزمو، إن شاء الله اليوم راح نعيش التجربة والإثارة والأكشن على الحلبة مع بعض. كونوا معي بهاي التغطية وخلينا نبلش. هيا بنا. ملاحظين معي الهوية سيارة BMW الإمباور، عصبية السيارة، تصميم BMW المعتاد، الصادم الأمامي بالكامل كثير عصبي، كثير اهتمام بالإيروديناميك، دخول الهواء وتبريد المحرك العملاق مقارنة مع BMW الفئة الثانية العادية. فشايفين كيف السيارة كثير عصبية ونوعا ما قريبة من تصميم M3 M4، يعني بتحسوا نفس الهوية، أختهم الصغيرة. السيارة مقطع جانبي كجنوط أساسي 19 إنش بالأمام، عرض الجنوط 9 إنش بالخلف 10 إنش. البركات الأمامية 4 مكابس بالأمام، ديسك البرك حجمه 380 ملي، بالخلف حجم الديسك 370 ملي، و 2 بيستنز البريكس، بصمة M2 على الجانب. بالنسبة للمرايا الجانبية، أنا حتى سألت المختصين والخبراء إنه ليش ما حطيتوا نفس المرايا تاعت M3 والM4 كشكلها، الديزاين تاعها والإيروديناميك كثير أحسن من هاي. حكوا لي في اختلاف صغير بالإيروديناميك تاع المرايا الجانبية، ولكن يعني كتغيير عن هوية M3 والM4 يعني شوية شخصية لهاي السيارة شقيقتهم الصغيرة. سقف السيارة ما بيجي كربون فايبر زي M3 والM4 كأوبشن، وما بتوفر على السيارة بركات كربون سيراميك. السيارة من الخلف بصمة الإمباور الكلياتنا بنعرفها، 4 عوادم بالخلف ومشتت الهواء، يعني السيارة إذا بتطلع عليها مضبوط راح تحس هيك فرش عضلاتها، تحكي لك أنا سيارة صغيرة الحجم ولكن مفعولة جبار. نحكي شوية تفاصيل عن محرك M2. المحرك نفس محرك الـ 235i، ولكن البيستنز نفس المستخدمين على الـ M3 والـ M4، حتى للسبارك بلوجز البشعل والاحتراق نفس الـ M3 والـ M4، وحتى في بعض القطع اللي بتمسك الكرانك كلياتها نفس المستخدمة على الـ M3 والـ M4. السيارة تيربو تشارج مزدوج الفراشات، كمحرك بولد قوة 370 حصان، بالنسبة لعزم الدوران 465 نيوتن متر. الشاسي تاع السيارة نفس الفئة الثانية، ولكن في كتير تدعيمات مشان تقوي هذا الشاسي، لأنه السيارة أداها رياضي وقوي. مقدمة السيارة ميكانيكيا كأكسات والهبات والسسبنشن، إنه هاي الأمور كلياتها نفس M3 والM4، ومن الخلف الليمتد سليب والأكسلز وهاي الأمور كلياتها نفس M3 ونفس M4. بكفي حكي ميكانيك، انتو كلياتكم متشوقين، خلينا نطلع بالسيارة جولة سريعة على الشوارع، بعديها جولة الأكشن. هيا بنا. M2 على الشوارع العادية، نسخة غير عادي. أكثر من 40 سنة على سيارات الإمباور، إبداع متجدد، كل مرة بذلونا بسيارة جديدة. هاي أصغر سيارات إمباور زي ما حكينا. الشباب تغطية خاصة، بكون البرنامج سريع فما منخوض بكثير تفاصيل. كإضافات وأوبشنز BMW المعتادة، شاشة كونكت درايف، آي درايف، حتى في أنت بتنزل أبليكيشن تعاون الإمباور، بتسوي ريكوردينج لوضعية القيادة تاعتك على الحلبة، وحتى في أبليكيشن أنت بمكنك إنه أنت تسوي تسجيل للجو برو من خلال الكاميرا الموجودة بالأعلى وصير عندك. يعني كل التقنيات تاعت BMW موجودة على السيارة. الستيرينج من خلال قيادتي للسيارة جدا دقيق، دقيق لدرجة مش عادية. كهربائي الستيرينج، تقنية سيرفوترونيك نفس الموجودة بالM3 والM4. كوضعيات قيادة، ثلاث وضعيات: كومفورت راحة، سبورت أداء رياضي، سبورت بلس أداء رياضي بحت، أقوى قوة للسيارة.
صبابات الاكزوست بيفتحوا حسب دعستك للبنزين وحسب وضعية اللي انت بتقود فيها بتغيروا. لما تكون سبورت بلس بكون صوت السيارة بعطيك الطرب الصح زي ما بدك، ويكونوا فاتحين على الاخر مشان يعطوك الصوت الطرب الصح. حبيت اوبشن كتير رائع على الجير العادي اللي هو الريف ماتشنج، فهو انت لما تدعس كلتش بحط لك الاربين بالمكان المناسب مشان انت تكون يعني ما في داعي انه تدعس الثلاث دواسات كاحترافية بنزين وبريك وكلتش مشان تدخل الجير بالطريقة المضبوطة. يعني تطلعوا هلا راح ادخل كلتش على اساس انه انا بدي احطها، لتشوفوا الاربين كيف برفع لحاله رفع. فهاي من التقنيات الرائعة بالسيارة حبيتها. كبريكس اداهم جبار لا تعليق. تعليقاتي على مقصورة السيارة، كنت اتمنى انه يكون في مقاعد رياضية اكثر من النسخة الموجودة هاي. اوكي هاي المقاعد جميلة ورائعة وعليها تطريزات باللون الازرق من امباور، بس يعني كنت اتمنى يكون في زي اوبشن بوكيت سيت تدفع عليه مصاري وبتحصله ما عندك مشاكل، يعني بكون اوبشن كثير مميز. كنت اتمنى يكون في مسكات من الجوانب، انه مثلا انت هاي سيارة رياضية، انت مثلا دعست فمعك شخص بده يمسك، اذا بده يضل يمسك بهاي الايد الهون يعني تستنزف من تعبه ايديه كتير، فهاي المسكة بتساعده كتير. والشغلة الثالثة على المقصورة والاضافات، كنت اتمنى يكون في بلايند سبوت اسيستنت اللي هو بيساعدك على النقطة العمياء، انه بعطيك التنبيهات على المرايا، مش موجود. فيعني كنت اتمنى يكون موجود. اوكي هي سيارة رياضية، الكونسبت على سيارات بي ام دبليو الصغير، بس هو حتى مرات انت بتكون مروح من التصوير تعبان، مروح من الشغل تعبان، ما بدك تبذل الجهد الكثير كبير مروح شارع الشيخ زايد تطلع يمين شمال، ما في داعي تضل تطلع هيك. صح انه الزاوية تاعت السيارة يعني كشبابيك ممتازة الرؤية فيها، بس كنت اتمنى يكون هذا الاوبشن موجود على السيارة. السيارة بتتوفر جير عادي 6 سرعات وجير اوتوماتيكي دبل كلتش 7 سرعات. صوت السيارة رائع، 6 سلندر تيربو 3000 سي سي، نغمات رائعة. شايفين السيارة؟ تقنيات بي ام دبليو اعطتني تنبيه انه ان المسافه بينه وبين السياره الامامي صغيره، فاعطتني تنبيه. فكل هاي الاضافات والاوبشن على سياره صغيره ميزه حلوه. ولا اروع تفاعل السياره، حتى نسوت باك فاير السياره. كمصروف وقود بمعدل وسطي للسياره بيبلغ 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة حكينا 370 حصان، امتى بيطلعوا الأحصنة؟ الأحصنة بيطلعوا على 6500 دورة بتكون ماخذ فول باور تاع السيارة. الكات اوف تاع المحرك 7000 ار بي ام، خلاص بيساوي كات اوف المحرك. بالنسبة لعزم الدوران تاخده من 1400 ار بي ام ل 4750 بتكون ماخذ فول تورك 465 نيوتن. ممكن السيارة تعطيك عزم دوران يوصل ل 500 نيوتن متر. كيف بعطيك اياهم؟ من خلال الاوفر بوست. كيف الاوفر بوست؟ هلا احنا بنسوق سيارة جير عادي، ممكن انت تسوي اوفر بوست حتى من جير اوتوماتيك شباب، انه تيربو تعطيه ليمت للاخير انه يفتح زيادة، مثلا 1 بار فاتح التيربو، انت تحكي له افتح كمان من خلال انت تضغط السيارة بالجير. فمثلا هلا بدي اسوي لكم اوفر بوست، بس خلينا ندخل بطريقة فنية عشان ما نسوي مشكلة بشوارع امريكا، فيش مجال تغلط بقوانين السير، خطين صفر ممنوع تتجاوزهم بالمرة، وهي قفل عيون الشرف الواقف بالدورية قدامنا. الاوفر بوست مثلا احنا هلا ماشيين 40.2، هلا صار 1500، ماشيين على الغيار الثالث، شايفين صعود. انا هلا احترافيا ان ادعس بالسياره فول هذا غلط، لانه بضغط الماتور والسياره بدها تطول، يعني في لاج قبل ما التيربو يفتح، فانا هيك بقدر اساوي اوفر بوست. هلا الار بي ام 2000 دوره طلعه، دعست فول طلعه، هيك التيربو بكون فاتح كل الليمت مشان يمشيها. هاي مشت السياره اقلعت، فهيك انت بتساوي اوفر بوست. من اكثر سيارات بي ام دبليو
على الحلبة بلشت جولتنا. هاي الجولة اللي احنا بنمشي عليها عبارة عن جولة تحمية، يعني لسه مش رح يبلش الاكشن، بعد هاي الجولة رح نبلش اكشن ان شاء الله مع بعض. مميزات ميكانيكية بالام 2 مستخدمة، اخذت من التطور اللي اخذوه حطوه على الام 3 والام 4. مثلا مضخة الزيت للمحرك تم وضع تنتين، واحدة الأساسية والتانية بتجمع الزيت اللي بالمحرك بالأعلى وبترسله للأساسية، وبعديها بتضخه لكل المحرك مشان يكون المحرك دائما نسبة الزيت فيه ممتازة والضخ 100% عمر تمام، وحتى تبريد للمحرك والتير. الكمبريسة تحت المكيف، إذا أنت ما بتكون مشغل المكيف راح تفصل تلقائيا مشان انت ما تضيع اي جهد انت محاجته، فبتضل ماخذ قوة المحرك 100%، ما في اي ضغط وعزم على المحرك ما له داعي. طبعا السيارة عليها مبرد لزيت الجير، الجير بوكس اللي احنا هلا منقود فيه اوتوماتيكي 7 سرعات دبل كلتش، متناغم ومتفاعل مع الليمتد سليب موجود بالخلف. الليمتد سليب الموجود بالخلف بيساوي معادلات عظيمة، بيساوي لوك بنسبة 100% وممكن يشيل اللوك يخليه صفر، فمتنقل ومتغير. تسارعات من 0 ل 100 4 ثواني 3 أجزاء، سرعة قصوى 250 كم/ساعة، مثبتة إلكترونية وممكن طلبها تكون 270 كم/ساعة. سبورت كافي سبورت سبورت بلس، سبورت بلس بيشتغل الام دايناميك مود، نص التراكشن كنترول، بعطيك شوية فن، بعطيك انه يعني السيارة بتزيح شوي مشان تعطيك فن انت وانت بتسوق السيارة، بس انظمة التراكشن كنترول بتشتغل عند اللزوم، السيارة بتعرف انه انت لازم تتدخل وتساعدك الان. لقونا ساكت، هذا الكورنر الأسطوري، بتذكر طفولتي لما كنت ألعب على جراند تريزمو على هذا الكورنر، معقد حتى على الواقع صعب مش سهل بالمرة. السيارة فيها تراكشن كتير عالي، يعني أتوقع مشان تخلي السيارة تزيح لازم تطفي التراكشن كنترول 100%، تطفي كل الأنظمة مشان تحكي لها إنه زيحي. ثبات رائع، الصوت ولا أروع من جوا السيارة، الجير بوكس سريع بالتبديل، الليمتد سليب تحسه معطيك الليمت، حتى لما كنا ماشيين على السبورت بدو التراكشن كنترول بتدخل بيساعدك على السبورت بلس، ولا أروع السيارة. رأيي بسيارة BMW M2، نحكي أبرز المنافسين نسبة وتناسب كم السعر وكم الهورس باور اللي بحصله بهاي الفئة. أبرز المنافسين فورد فوكس RS، سعرها تقريبا بأخر $30,000، ولكن السيارة راح أستثنيها لأنه السيارة ما بتتوفر بأسواق منطقة الشرق الأوسط. السيارة الثانية مرسيدس CLA 45 AMG أودي RS3 كواترو، السيارتين دفع رباعي، متعة قيادة دفع رباعي ما راح تقارنه بدفع خلفي M-Power، راح يكون في ظلم. فصراحة BMW M-Power تعطي أداء وفن ومتعة قيادة أكثر من دفع رباعي بكل صراحة. السيارة الرئيسية كمنافس بورش كايمن GT4، ولكن الفكرة انه سعر بورش كايمن GT4 تقريبا ب $80,000
وطلوع حسب الاوبشن والاضافات اللي انت بتحطهم. بي ام دبليو ام 2 سعرها في الولايات المتحده الامريكيه بيبدا من تقريبا 53,000 دولار، في فرق كتير كبير بالسعر. اتمنى الوكلاء ما يلعبوا على هذا العنصر، لانه فريق عرب جي تي اثناء تخطيطه لمعرض قطر الدولي للسيارات كانت سيارة موجودة بالمعرض، كانوا بيحكوا انه ممكن يكون سعرها 80,000 دولار السيارة. فانا بشوف يعني حرام. هاي السيارة رأيي فيها سيارة صغيرة بتعطيك الاداء العالي، فيها محرك قوي، فيها متعة قيادة بحتة، اخذوا كل الميزات اللي ممكن يحطوها بسهولة على السيارة من الام 3 والام 4، بتعطيك القوة، بتعطيك المتعة، بتعطيك الفن مثلها مثل الام 3 والام 4. الام 3 والام 4 بعطوك زيادة شوي لانه فيه يعني هورس باور زيادة. فالفكرة انه هاي السيارة بتعطيك الاداء الرائع الابداعي وبسعر قليل. فأنا بشوف هاي السيارة إذا بكون سعرها منافس راح يكون لها مبيعات كبيرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط، راح تنتشر والناس راح يحبوها ويستمتعوا فيها كقيادة. بكل صراحة أي شخص عنده ميزانية محدودة يشتري هاي السيارة، ما يروح على الام 3 والام 4. الام 3 والام 4 أوكي أقوى فيهم متعة، بس راح يعني أغلى من هاي السيارة. هاي السيارة أنت بتدخل يعني تشتريها بهاي الأسعار تاعت أمريكا تستمتع وبكون وضعك ممتاز نسبة تناسب ماليا. شباب وصلت تغطيتنا للنهاية، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. حلقة سريعة، تغطية خاصة، برنامج سريع جدا. ان شاء الله اول ما توصل السيارة بأسواق الشرق الأوسط بنجربها تجربة تفصيلية وبندخلكم بالأجواء المطلوبة. إذا عجبك الفيديو اعملوا لايك وانشروا بين أصدقائك. شباب احنا معكم بكل محل، الموقع، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، جوجل بلس، تويتر، كل محل احنا معكم شباب. للعالمية باسم العرب، مع عرب جي تي. في أمان الله.